دونك عندك برشا رسائل باش تتوجه هنايا الناس هذوما الكل، ولكن كان تسمح بالله كريم انت جبت على حاجه وقلت اللي كنت متواجد يعني مع الفريق الوطني، برشا ناس تسالوا معناتها كريم حقي مشى لي جوار مشى للليكيب اكل تيتر او تيتر دو دامباسادور يعني كنت مشيت لهم. اي انا اول حاجه ساعه جو في بارتي دو ليكيب دي ليجوند دي لافريك، معناتها الاتحاد الافريقي عنده فريق يتكون من ابرز اللاعبين الافارقه اللي نقوموا بمباريات معناتها خيريه، نقوموا بمباريات معناتها طيل السنوات الاخيره، نذكر جي جي اوكوشا من نيجيريا، ايتو، دروغبا، ابو تريكا، معناتها تقريبا معناتها عديد الاسماء معناتها اللي كانت معناتها مده 20 او اكثر 20 سنه معناتها متواجده معناتها في القاره الافريقيه ويشاركوا بانتظام واللي عندهم معناتها سمعه واللي عندهم معناتها تاريخ في كره قدم الافريقيه. انا متواجد معهم. الحاجه الثانيه هي اون تونك امباسادور كاف الاتحاد الافريقي اختار معناتها تقريبا من كل بلد اسم او لاعب سابق اللي يرى فيه معناتها يمكن الميزه باش يكون معناتها كامباسادور للكومبيتيسيون الدوره نتاعنا بطبيعه الحال. لي فالور معناتها لي هذو مهمين. شوف حوايج ما تنجمش تعملهم في اسبوع او في سنه. من اللي اول ما بديت الكوره كيفاش انت كنت موجود التدرج نتاعك على مستوى كلاعب بطبيعه الحال اللي تيتر نتاعك انا شامبيون دافريك معناتها ما ينجموش يعيطوا اللاعب ماهوش تيتري. حاجه ثانيه ليماج نتاعك الصوره نتاعك في خارج الميدان في الميدان علاقاتك هذا الكل دي كريتير اللي الكونفدراليه الافريقيه تشوفهم وتتبعهم لسنوات طويله والحمد لله معناتها وهذا معناتها نجم نقول ونفتخر به اللي معناتها سيرتي كيسوا معناتها في البطوله التونسيه لما كنت تلعب في البطوله التونسيه او في البطولات الاوروبيه كما المانيا وفرنسا وسويسرا كذلك او في البطولات الافريقيه اللي يعني لعبت خمسه بطولات افريقيه راهو مريم ونعرف معناتها افريقيا من الداخل ونعرف اسرار كره القدم الافريقيه دونك هذوم الكل دي كريتير اللي الكاف تمشي بهم بطبيعه الحال علاقاتك زاده لانه تنجم تكون متواجد تعرف انت في البزنس نتاع الكوره خاصه ما بعد الكارير طبعا اللاعب اللي يعرف وين يحط نفسه وين ينجم يحط ليماج نتاعو كي ريبريزونت بيان معناتها الناسيون نتاعو والمنتخب نتاعو هذا الكل خليت الكاف تختارني باش نكون انا موجود مع ثلة من اللاعبين. الكاف اختارتك؟ الكاف هي اللي اختارتني. انعدام التكوين هذه النقطة الأولى اللي نحطوها. اثنين البطولة الوطنية نتاعنا. نتكلموا على اليوم تشوف معناتها كنت في كوت ديفوار. معناتها بلد افريقي اللي نحترموه وعنده تاريخ في كره القدم لكن الكوت ديفوار انا لعبت في كوت ديفوار 99 اول بلد سافرت له عمري 15 سنه تقريبا للكوت ديفوار ملعب وحيد مريم ويعرفوه معناتها الرياضيين والفرق والمنتخبات نتاعنا يعرفوا الملعب الكوت ديفوار اليوم الكوت ديفوار سته ملاعب من احسن الملاعب الموجوده في افريقيا. وانا نشوفوا فيها احنا نتبعوا في الكوب دافريك. ملاعب التمارين 12 ملعب تمارين. ريتهم وشاهدتهم وجي فيزيتي معناتها لي ستاد دونترينمون. الانفراستركتور معناتها حاجه معناتها ما نحكيلكش عليها. هذا الكل كيفاش تحب انت تو براتيك معناتها الفوتبول وانت ما عندكش البنيه التحتيه. عندك ملعب وحيد اللي هو رادس. اللي معناتها عندي اصدقائي في الكاف وناس اللي معناتها يجيو يعاينوا الملاعب في افريقيا يقولوا لي تونس راهو رادس شد في كحه معناتها باش ياخذ معناتها لوكي باش نجم يعني قريب باش يقول لك نعطيك لومولوغاسيون بالمحابات تنجم توريستك باش تلعب في الجزائر او في ليبيا وهذه حقيقه العباد ما يحكيوش فيها والمسؤولين ما يحبوش يحكيو فيها يحكيو على كره قدم بدون ملاعب الجماهير الرياضيه تعرف اللي عمره 11 سنه ما خلطش على ملعب ممتلئ من جهتين يعني من الجماهير من الفريقين اللي عمره 11 سنه اليوم ما يعرفش اش معناتها ديربي مثلا نحكي على ديربي تونس او ديربي الساحل او مباريات معناتها في البطوله التونسيه ما فهمش بلاش جماهير ما تنجمش تلعب كره قدم الشارم يتنحى الجماهير وانا نحكي لك عدد مباريات معناتها اويكلو نجم نقول لك اللي معناتها النكهه نتاع كرة القدم توفى بلاش ملعب دونك مشكل كبير التلفزه تقعد من سنتين معناتها الجماهير محرومه باش تتفرج في فرقها يا اخي هذه كرة القدم نحكيو عليها مريم انا نحب نتكلم هذا ونتكلم معناتها بغصه لانه
مش في عوادي نتكلم، ومش في عوادي نتكلم في حوايج معناتها نتكلم اكثر في السبار، ونتكلم اكثر في التكتيك، ونتكلم اكثر في حوايج اللي نتمكن منها ونعرفها ومعناتها ونشارك فيها معناتها كل اسبوع. لكن اليوم خيرت باش نخرج نتكلم على مشاكل الحقيقيه لكرة القدم التونسية. نحترم كل الاشخاص، تنجم تكون عندك يعني قدره في التسيير، تنجم تكون عندك قدره في البرمجه، تنجم تكون عندك قدره في القوانين ان توك معناتها اكسبير في القانون او في الماليه، هذه الكل عناصر مهمه ونستحقوها في كره القدم التونسيه. لكن اهم عنصر ماهوش موجود اللي هو الامور الفنيه، في غياب خاصة المدير الفني. هذاك علاش نتكلم معك في الموضوع هذا. يعني تحب تقول يلزم الكرة اليوم ترجع لماليها؟ يلزم الكرة ترجع لماليها مع التشريك، كل واحد في اختصاصه، ما فماش اقصاء. مريم انا مانيش لنا باش نعطي معناتها دي ميساج غالطين. في كرة القدم في العالم الكل سا سوجير معناتها اون ايكيب دون مانيير كوليجيال اون ايكيب، لكن ما تنجمش اليوم اهم عنصر اللي هو العنصر الفني تغيبه، وهذا اكبر خور واكبر مشكل في كره القدم التونسيه اليوم. وانا هذاك علاش موجود اليوم باش نحكي عليه بدرجه كبيره، لانه ما تنجمش مريم ونعاود مدرب. سامحني باش نعطيك مثلا اكزامبل، انت اليوم نلوجوا على مدرب وطني هكا ولا لا؟ مش نلوجوا، عملنا ابيل لا كانديداتور. والله حاولت نبعد عليه الماكسيموم، لانه هذاك يقعد ديما، شوف يقعد ديما وجهه نظر المكتب الجامعي اتخذ القرار هذا واتخذ التوجه هذا اللي هو حسب ما سمعت تواجد في بعض الدول الافريقيه في افريقيا وحتى في، لكن ماهوش الموديل التونيزيان، وهذا يقعد رأيي شخصي. أنا يعني تقول أبيل لا كانديداتور، فما خصوصيات للبطولة للكرة التونسية. اليوم عدنا تجربة كبيرة، تعرف مريم المنتخب التونسي من 94 ما غابش حتى مرة على كأس إفريقيا، عدنا الريكور في إفريقيا. تونس عندها من 94 هي متواجدة بانتظام في البطولة الإفريقية، عدنا خصوصيات، عدنا الناس تحترمنا على برشا حوايج. وأنا نقول لك علاش تحترمنا، تحترمنا على التنظيم بتاعنا. كي يمشي تونس يقول لك تونس من عمرها خرجت لاعبين يربحوك في مباريات، وسي فري بار معناتها خليني نحكي على الاقل في العشرين 30 سنه الاخيره، يمكن ما خضرتش على جيل 78 اللي نكلم لهم كل احترام واللي عندهم زاده لاعبين كبار. لكن عندنا التنظيم لورغانيزاسيون، يشبهونا برشا بالطلين لان منظمين، ولان نحضروا كل كبيره وصغيره. في السنوات الاخيره مريم هذه ما عادش نراو فيه، ما نراوش فيها كيما نحكي لك في 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 تفاصيل تغييب معناتها فنيين على الاداره، اداره شؤون الكره التونسيه وخاصه المنتخب التونسي. هذا شيء حقيقه خطير، وشيء معناتها ماهوش محبذ، خاصه كي تشوف انت اليوم مريم الجامعات في العالم. نجم نعطيك دي زيكزامبل، كرواتيا على راسها لاعب سابق شوكير، واللي هو وصل بها مرتين في نصف نهائي ونهائي كاس العالم. اوكرانيا في المده الاخيره اندري تشيفشنكو هو رئيس المنتخب الجديد. نتكلم على هذا راهو تو سامبلومون حب العباد تفهمني. هذه امور يعني لازم تكون موجوده في كره القدم.